السنة اللي طافت كانت عندنا بطولة سيدات الجوجيتسو. إذن هي النسخة الأولى من بطولة أم الإمارات. مختلفة إذن عن النسخة اللي كانت موجودة العام. تقريبا بما أن في البداية أحب أشكر قيادتنا الرشيدة لدعم رياضة الجوجيتسو، وأشكر الشيخ محمد بن زايد على الدعم الكثير لاستحباب اللعبة هذه. نعم. نحن اليوم الحمد لله حظينا برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة الجوجيتسو، فعلى هذا النحو نحن أطلقنا أول بطولة وتحنا 3 جولات في أبو ظبي. الجولة الأولى بتكون تاريخ 29/9 اللي هي يوم الجمعة. نعم. البطولة بتبدأ الساعة 11 الصبح إن شاء الله. البطولة تبدأ من عمر 14 سنة فما فوق. العدد جدا كبير، أكبر عن السنة اللي طافت. كم عدد اللاعبات المشاركات في المسابقة في هذه البطولة؟ نحن ما سكرنا التسجيل لين الحين. لحد الآن. ما أقدر أعطيك، يعني تخطينا 500. تخطيتوا 500. ما أقدر أعطيك بالضبط لأن نحن يمكن لين آخر دقيقة يسوي. نقدر نقول يعني تخطيتوا 500 والعدد فيه تزايد. هي الحمد لله.